والآن مع أخبار الطقس والأحوال الجوية تستعرضها لنا ليلى في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة. إليك ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 23، مطروح 30، 23، بورسعيد 32، 25، الإسماعيلية 35، 24. ننتقل إلى السويس العظمى 33، الصغرى 24، العريش 33، 24، طابة 35، 25، شرم الشيخ 39، 30، الغردقة 39، 29. أما في الأقصر فدرجات الحرارة شديدة الحرارة، الأقصر 42، 28، أسوان 43، 29، طقس شديد الحرارة أيضا، الوادي الجديد 40، 24، شلاتين 41، 31، وأخيرا حلايب 35، 29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.